في موضوع آخر، احتضنت دار أوبرا الجزائر بعلان بالسايح مساء أمس الحفل التضامني الكبير تحت شعار سلام لفلسطين بمشاركة مجموعة من الفرق الموسيقية التابعة لدار الأوبرا وكذا أسماء فنية بارزة، حيث قدموا مقاطع موسيقية تحمل رسائل الود والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق. كما عرف الحفل حضور وزيرة الثقافة والفنون سورية مولوجي وكذا إطارات الدولة إلى جانب السفير الفلسطيني بالجزائر. نتابع التغطية للزميلة في الليلي. عقرب الوقت إلى شرعية العشق المقدس. احتضننا اليوم كما تعلمون دار أوبرا الجزائر هذا الحفل الفني الكبير سلام لفلسطين، الذي يريد من خلاله الفنانون الجزائريون أن يرفعوا واجب الوفاء والتضامن للشعب الفلسطيني باسم الجزائر قيادة وشعبا. تقريبا 150 فنان اليوم سيؤدون أعمال عالمية تلتف كلها حول القضية الفلسطينية. هذه القضية التي قال عنها السيد رئيس الجمهورية أنها قضية وطنية بامتياز. كما تعلمون الفن ليس للطرف والفرح فحسب، فالتاريخ أثبت أن الفن يولد في غالب الأحيان في عز الألم، في عز الأزمات، واليوم سيكون صوت الفنانين هو صوت لمجابهة ومواجهة الظلمية، لمواجهة الخرق الصارخ لحقوق الإنسان الذي يعاني منه إخواننا الفلسطينيون. أرفع قبعتي أولا للفنان الجزائري الذي أراد أن تكون هذه الوقفة وقفة غير عادية، فريدة من نوعها. وأحييكم أنتم لأنكم آمنتم، فها هي النتيجة اليوم إن شاء الله مع 150 فنان في ظرف وجيز. نعم أننا سنكون في الموعد، لأن هذا الفن هو يعني أو هذا البرنامج المسطر في هذه الأمسية السعيدة إن شاء الله للمة جميع أبناء الجزائر. هذا إن دل على شيء يدل على أن هذا العمل الضخم في أوبرا الجزائر يأتي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ويأتي لدعم قضية الشعب الفلسطيني. ولاحظنا هذا الحضور الشعبي المميز الذي يؤكد تضامن الشعب الفلسطيني وتضامن الشعب الجزائري والتحامه مع شقيقه الشعب الفلسطيني. هذا وعبر الفنانين والموسيقيين عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في الحفل التضامني الكبير سلام لفلسطين، خاصة وأن عائدات الحفل ستقدم كمساعدات رمزية للشعب الفلسطيني الشقيق. ميكروفون لفله ليلي. في أغاني من التراث الفلسطيني، في أغاني يعني معروفة لتدعم القضية الفلسطينية. هو يعني فنياً راح يكون هذا جسر لإيصال مشاعر المحبة والأخوة والتضامن مع فلسطين في محنتها اللي راح تمر بها. ونتمنى طبعا كلنا السلام لفلسطين. أنا سعدت بمشاركتي يعني بتدخلين قراءات شعرية لمحمود درويش. رابل بزاف انه هذا الحفل قدر يتم، لانه عندنا مده وحنا نستناه، وان الفنانين يقدروا يقدموا حفل لفلسطين ويعني تضامنا مع اشقائنا الفلسطينيين، حتى ولو الدعم الجزائر هو دعم يعني منذ سنوات وسنوات، يعني ما استنيناش انه يكون هذا يعني المجازر وهذه المأساة انه باش تكون الجزائر واقفه مع فلسطين. لكن جميل انه كذلك الفنانين يقدروا هما كذلك يقولوا الكلمه تاعهم والرساله الفنيه. أكيد وأنا فخورة بهذه المشاركة. الناس جاو ماشي للطرب، جاو للتضامن، وهذا التضامن يلقيه الفنان على حساب واش يحس واش يشعر
بالقضية الفلسطينية. احنا اليوم رانا عندنا شرف كبير انه نقدروا نوصلوا باغ لا فوا، نقدروا نوصلوا احاسيسنا ونغون اوماج للشعب الفلسطيني كامل، اخواننا الفلسطينيين. وش نقول لك، رانا اليوم تخي رانا ليموسيون راهي غالبتنا شويه بزاف، وان شاء الله ان شاء الله فري بالستاين. ان غران بليزير ان غران اونور دافوار كاع هاد لو بوبليك اللي جاو شافونا بور سو مانيفيك سبيكتاكل، بور لي 150 ارتيست اللي جاو على الاوبرا دالجي بور سو غران سبيكتاكل. جو تيان فريمون ا ريميرسي تو لي ارتيست. هذا ومن جهته عرف الحفل الفني سلام لفلسطين حضور غفير للجمهور من فنانين ومثقفين والذين تجاوبوا مع العرض وعبروا عن عمق مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني. ميكروفون لفلهللي ثانية. حفلة رائعة جدا، نخبة من الفنانين الجزائريين، وحتى خاصة الرقصة التقليدية الفلسطينية اللي أداها يعني فرقة الأوبرا الجزائر، وكان جمهور تجاوب كبير. هذا شرف لنا كفنانين نحضروا تظاهرة مثل هذه، وإن شاء الله ما تكونش الأولى. ودائما كل واحد فينا يساهم بالشيء اللي يخدم فيه، الشاعر بكلماته، الفنان برسمه، والفنان المؤدي يغني أغاني اللي تساند القضية الفلسطينية، وهذا الدور اللي لازم كل فنان يأديه. نقول لهم يعطيهم الصحة، وزير الثقافة يعطيها الصحة اللي قدرت تجمعنا هكذا بهذه المناسبة، وإن شاء الله ربي يحرر بلادنا فلسطين. ونتشكركم، جيت أنا وصحابي جينا من جانت هاملي كامل معاهم، كنا في جانت جينا سبيسيال مو باش نحضروا هاد السهرة.